السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ او متتبعين ديالي كلكم بصفه عامه. يعني حنا المهم سافرت، قلت نوريكم هذه المنطقه ديال هي مركز، المهم هكا كيقولوا ليها، هي مدينه البحيره، ولكن هذه المركز ديالها كوم حماده. شوف المنظر كي داير. ايه هاد البلايص هادي، المهم كانت هاد البلاصه هادي اللي فهمت منهم دابا انها كانت كلها زراعه، صح؟ كلهم كانوا هنا بيزرعوا، كانت زراعه، والناس هنا صافي بداو كيبنيو للاسف. يعني كون خلاو غير البلاصه ديال، ولكن حنا الطريق كامله ما عرفش نصور لان كانت بنيه عامره، ولكن الطريق كاملها كانت كلها زراعه، كلها زراعه، ولكن ما عرفش نصور نهائيا لان ما غيب عليكم والو. قلت هنايا ملي وصلت هنايا، جيت وصلت على خير وطلعنا هذا السطح ديال البيت ديالهم. قلت هذا الفيو شحال زوين، واحد الصراحه فاش كتشمي ريحه ديال النقا، يعني ما كاينش هذاك لومبوتياج ولا داك المازوت ولا داك الشيء كامل، والله الا ريحه النقا. ولكن للاسف هنا كلشي الناس كيبنيو، كلشي هنا بناو مره واحده، بناوها ما تشوفوا راه باقيين كيبنيو، وهذا السطح نيت اصلا هذا البيت هذا راه باقيين كيبنيو فيه. ايوا هنا طلعنا السطح، غادي نجلسوا هنا البلاصه هذه، هاد في فرشنا، قلنا لهم طلعوا لنا السطح مبرده، وعاد هما كيديروا لنا حفله شوي، غادي نمشي نشوفوها من بعد. هذا الاتجاه الاخر ها نتوما، ها كلشي ولا كيبني، يعني كان من بعد من قبل قبل ما يبنيوه هنايا الفوق السطح كان غير تحتي، وكانوا كيحلوا الباب كيلقاو قدامهم مزارع وداكشي، ولكن للاسف كلشي ولا كيبني هذا الاتجاه الاخر هوايا. الاتجاه هواي تاني، هذا كاين جامع وكاين جامع وكاين كنيسة، يعني هذا الحلو هنايا. هانتوما الديور ولاو بحال هكايا. المهم يعني هي نورمالمون غنقولو ولات مدينة جديدة، لأن كان ديجا أرياف ولكن ولات مدينة جديدة. وهنايا هاد الشاف ديالنا داير حفله ديال الشوي، بلاتي نمشيو ها هو موجد لينا هنايا. اذا بقى خاصني ندور من الجهه الاخرى على قبل البخار. اشنو عامل لينا هنا الشاف؟ عامل ايه هنا؟ فراخ، هذا الدجاج غيتشوى، ما شاء الله ما شاء الله، هادشي كتير ما شاء الله. جينا لقيناهم دايرين لنا حفله شوي، وباقي ما شاء الله كيقادو هنايا استيقاد الطريقه ديال الكفته ديالهم، كيفاش كيديروا ليها. اذا اسمه كفته، كفته سيخ، كفته سيخ. شوفوا كيفاش كيديروا، يعني باش يجي طويل بحال هكا وما يطيحش، ما شاء الله. الحاجه اهم حاجه محمد كيسلم عليكم، ماما وبابا كيسلم عليكم محمد، وعلى المتتبعين دياولي بيسلم عليكم. الله يسلمك. متتبعين المغرب ما شاء الله. ايوه قلنا لهم حنا نطلعوا، طالما هو كان غادي يدير هنايا الشوي وغادي ينزل، قلت ليه لا، انا اقترحت عليهم اننا نطلعوا للسطح وفرشنا هنايا، باقي غيديروا الطبله. وده احمد الصغير ماشي راجلي هنا غادي نجلسوا، غادي يديروا الطبله وداكشي وصافي. السلام عليكم. المهم هذا الصوت اللي كنسمعوا ديال الدران اللي هو القطار او القطر، انا كيقولوا قطر، قبل ما يكونوا هاد البنايات وهذا الشيء كان كيبان القطر من هنايا، يعني كان كيبان واحد الديكور ان الزراعه والقطار دايز حتى هويا، ولكن دابا مابقاش كيبان نهائيا. المهم انا غنخليكم بقاو معايا حتى يساليو الحفل ديال الشوا ونقول لكم النتيجه كيفاش دايره، نوريكم النتيجه. بصي لك 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 بيقول لك 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 لك، سبحان الله. يعني شوفوا هنا واحد طائر، هو طائر الكروان معروف في الارياف ديال مصر، تيكون بزاف بزاف بزاف
وبس ايه بيساعد الفلاح في الارض. وكي يعني كيساعد الفلاح في الارض. كيفاش كيساعد الفلاح في الارض؟ بيعمل ايه يعني؟ بيبقى في حاجات في الارض كده دودو حاجات هو بيطلعها لما بيزرع. بيساعده في الزرع يعني. بيساعده في الزرع. سبحان الله. هو ظلام الحال حنت المغرب ادناه وصليناه الحمد لله. سمعوا انا بغيت نسمعكم الصوت ديالو كي يعني الطريقه ديالو هي فعلا زي كيف ما قالت حنين. كيقول لك 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 سبحان الله. كيقيل يسبح الله. وهو اسمه الكروان يعني سبحان الله. هو ممكن يقرب هنا عندنا صح؟ بيقرب. الى قرب لنا نعاود نسجل الصوت ديالو باش يبقى مزيان. سبحان الله. ما هو ده بقى بيقول ايه للناس اللي انت سبحوا ربنا وانت قاعدين. بيجي يقول ماما تقدر تقول لنا سبحوا ربنا. هو بيذكر الناس بالتسبيح. سبحان الله. ما بعد في البلكونه بفضل اقول شوفوا من با جوج دقائق فاش كنت كنصور لكم فاش اذن شو كي ظلام الحال هنايا. سالينا في الشوي ما نقولكمش ما شاهدكمش معايا البنات والدراري تانتوما باش ما يبقاش فيكم الحال ما غاديش يبان. انا درت نصور لكم دابا انا ظلام الحال وحنا في السطح ما شاء الله. وهذا مكان هذا هو العشاء ديالنا ديال اليوم اكيد مع السلطه ومع اش تقولها تحابيش 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 يعني كيحطوا فيها سلطه يحطوا فيها الصوص ديال الطحينه اللي هي الشرقيه والموطارد المايونيز كيتشاب هادشي كله كيتحط زيتون وداكشي كامل. المهم ما عادش نعرف نصور لكم لان كلهم جالسين وما بغيتش نصور كلشي. هذا مكان وهذا هو كان العشاء. هذا نهار ثاني. المهم حنا جايين هاد البلاصه هذه وبغينا نوريكم الاراضي ديال الدار مازال ما وصلنا ليهاش. نشوفوا الفيو من هنا كيفاش داير واعر بزاف. لسنا عند المحطة ديال القطار نورمالمون كون مكانوش هاد الديور كانت غادي تبان من الدار فين كنت في السطح كيكون مكتبان المحطة ديال القطار. لكن يعني نبداو بناو الديور وبناو هادشي غطات نهائيا. كاين هدا كوبري جديد عندهم هنايا وكاين تم اتجاه لاخر. لكن بس زوين هنايا باقي محافظين باقي الناس محافظين على الأراضي ديالهم. كاين اللي باقي محافظ يعني بحال هاد الشكل هكا. هذه لو شفتوا هذه هي الكنيسة اللي قدام البيت اللي قدام الدار يعني مسافة. هي مسافة قصيرة باش نجيو لهنا الكوبري ولكن الأراضي ميمكنش ندخلو في وسط الأراضي يعني من السطح ديال السيده اللي انا عندها كنشوفوا هاد البلاصه هذه واحد البلاصه واحد الجانب ما يمكنش يعني انا نشوفه باش نجيبه بالتليفون بالليل. داك النهار ما كانش باين حنا الظلام
كون كان النهار كون وريته لكم، بغيت نوريكم غير البلاصه فين صورت لكم داك النهار مع الفجر مع المغرب فاش وصلنا، ووريتكم البلاصه فين تيدوز تران وكيدوز يعني كيبانوا الاراضي بزاف، هي هذه اللي كنهضر عليها، واراضي ديال الذره، هذه كلها ذره، شوفوا ما شاء الله، وباقي مازال لهيها كلشي ديك البلاصه كلها 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 اراضي ديال الذره. هاد الصوت هذا كنت وريته في واحد فيديو، انت قلتي اسماعيل الصوت ضد مكانه الري صح؟ اه كنت صورت واحد الفيديو ديالي هنايا، كنا مشينا الارض مشينا الارض، الارض ديالهم راه هناك مو في هاد البلاصه، المهم غادي نمشيو لها في العشيه ان شاء الله، الا مشينا بكري غادي نصور لكم الطريق، الا مشينا متعطل غنمشيو حدا الارض ديالهم، المهم حنا اصلا غادي نمشيو خوها ملي سمعنا جينا عاد علينا تماك باش نمشيو، ونيت الجو زوين صراحه. هاد الصوت هذا ديال الماء، الماء كيزرعوا به الاراضي، يعني ما هاد الكوبري كي قلت لكم جديد، يعني الكوبري هي القنطره عندهم همايا، بحال بعدات شويه على على الاراضي، يعني كانوا غير كيقطعوا من هنايا لهنايا عادي، بحال بعدات شي شويه. هادو كله درا او الكوبري كي كنقولوا حنايا، باش ما نطولوش عليكم الفيديو حتى نمشيو مازال نوريكم شحال من حاجه هنايا، يلا هاد الماء اللي هنا راه جاي من اللي داير داير يعني بحال داير بحال داير، هاد تبتو ولا واد ولا ترعه ولا هذيك الترعه اللي كنسمعوا في الافلام هي الواد، مو واد حنا كنقولوا واد هما تيقولوا ترعه، يمكن حنت منها كترعه تترعه كيرعوا بها الاراضي عشان يمكن سموها الترعه. حنا نزلنا كنا في الكوبري اللي هيها كتشوفوه يعني القنطرة، جينا هنايا باش ندخلو من هاد البلاصة هادي، هنايا قريبة لينا غير ابي للدار فين ساكنو، كاين هنا زارعين شي حاجة ولكن معرفتهاش، هاد العيبات هادو معرفتهمش، واللي كيزرعو راهم هيا هناك، أنا الشمس جاية على عينيا مكنشوف والو، ما عرفش شنو هذا الشيء اللي هنايا مزروع، واش الملوخيه واش اللي هما تيقول للباميه، ممكن نسالهم دابا رسيم صح؟ لا هاي اللي داش بيعمل ايه، هذا طلع في الاخر السمسم من هذا السمسم، وكي يحاولوا ينقوا ما بيناته باش يدوز الماء، وشوفوا الورد ديال السمسم سبحان الله، هذه البلاصه عاد لو انا عاد عمل اللي انت عايزاه، هذه هي اللي كيكون فيها السمسم من الداخل سبحان الله، وهذه راه هي هذيك اللي لها كبيره، يعني اللي هناك خلاص بتطرح السمسم مرحله ما شاء الله، ربنا يسهل عليكم، شكرا ربنا يقويك، سبحان الله اول مره اشوف زراعه السمسم، عيش نهار تسمع خضار، وهذا صافي بدينا عارفين هذه الدوره لان هذا هو الموسم ديالو، ولا شفت الدخله اللي لها هي فيها عامره الدوره، كل شيء هادو دورة، هذا السمسم صح؟ حنا كده عرفنا السمسم،
لفت حاجات كتير على ايدي. شفتي ما هذا؟ ريحه الفول، ريحه الفول. شوفوا هذه الشجره ديال الفول، الله ريحتها طالعه من لهيه. انا بصور ولا هي الكاميرا خدامه؟ مع الشمس ما بيناش. خدامه. ريحه الفل. صباح الفل. سكر قصب كيدير منه عصير قصب. هذه كلها سمسم وده قصب باقي صغير، مازال ما يعني ناشف. ان شاء الله عند الناس وغتشوفوا واحد يعني عندهم غد الارض كلها ذره ما شاء الله. يلا نتلاقاو في عشيه وما نطولش عليكم. شوفوا شوفوا هاد الذره مزقور. شوف كده هنا، يعني ازاي هيدخلوا الناس هنا. ما شاء الله. شوف قداش يعني، شوف حتى ولا قداش، ما عرفتش كتسمعني ولا لا. ما شاء الله. ولف ورقه عبيطه. هو ده كله دره كله كله. طب ازاي بيدخلوا ازاي يعني؟ لسه ما طرحش. هم عارفين بقى. بيدخلوا من هنا يعني؟ يعني بيدخلوا من هنا؟ عارفين في حدود معينه. شوفوا قطه. قطه جوه. يعني هم عارفين الطريق ديالهم كيدخلوا. المهم احنا جايين عند عائلة ثانية. طرحوا هذا هنا، طرح هنا وفي طرح اهو. هذا هو القطة ديالو، هو هاد ديال الوقت ديالو. ما شاء الله. يعني هادي راه يعني ارض كبيرة، يعني البداية ديالها ما نقدروش ندخلو وقدامنا. سمع صوت الضفادع. هتبان بجد؟ لا هناك ما تخشيش بقى اكتر من كده عشان ما ننتهوش. يعني هنا ظلمه. هنا الضلع ما غاديش تشوفوا. هذه سميتها ساقيه دبي. هذه ساقيه وفي بقى جوه كمان، ودي ساقيه بتسقي الزرع صح. ما تعديش. لا ما تعديش، خليكي ما بينش اصلا، ما بينش حيت ما كاينش الظلام. المهم بحال هنايا هو كيلهي، ما كاينش الضوء باش يبان. ما نقدرش ندخل داخل لان الظلام اخاف. لو طلعنا شويه كمان ديرتها هتلاقي يعني احنا مروحين ممكن من ناحيه ثانيه. المهم هاد الارض، الاراضي اللي هنا كلها جهاد، هنا كله ذره كله صح. المهم هاد الاراضي كلها ذره. عرس او فرح. ده في شبكه. شبكه يعني شبكه يعني عندكم يعني شنو هي شبكه؟ مش فرح. مش فرح ولا حنه ولا اي حاجه، هي شبكه. شبكه يعني خطوبه. خطوبه عندهم الشبكه يعني خطوبه. جيرانهم احنا هنا في الدار وجاو هنايا قطعوهم. هنا فاش يديرهم يلا بداو يخدموا فيهم. دينار يا عم. ومازال باقيين وحدين فوسط هادو كيجيبو مازال كي اوبس. شوفو حسبي اسيل النار دي يا عبود. ما شاء الله. هو باقي في صيد هذا. هذا طلع غريبه بابا. ما شاء الله يعني مشاهدكم الصراحه مدلل.
هو له انواع ولا نوع واحد؟ ابيض واصفر. طب ايه الفرق بين ده وبين ده؟ الطعم الاصفر بيبقى احلى. اللي هو ده اصفر فاضي صح؟ اللي هو ده ايه نوعين؟ هو ده بيكون طعمه حلو. ده اللي هو بيبقى مغلي. اللي بيبقى الفشار ده اللي بنعمله فشار. ايوه اه ده دايما مسكر. الابيض ده اللي بيتعمل طحين. اه اللي هو الدقيق الذره. الفرق بين انا كان سمعت يقولوا ان كاين فرق. هاك هذا الابيض هو اللي كان كيديروا منه دقيق الذره، والاخر الاصفر كيديروا منه الفشار اللي هي الذره او القليه. تسلم ايدك.